احبكش يا مراد ولا عمري احبك. انا عندي يقين ان مراد عمره ما كان ولا عمره ما هيكون الراجل اللي انا عايزه اقضي معاه بقيه عمري. كنت فاكره ان الحواديت ممكن تبقى حقيقه، بس انت قلتها لي بنفسك. انت الشاطر حسن وانا نسيت الحزن والجمال. ازاي كنت ساكته السنين دي كلها؟ انا محتاجه لك يا امين، محتاجه لاخويا الكبير. انا ومامتك وامال وحتى امي. واحد وحب واحده وصدقها، ما رضيش ياذيها حتى لو هي كانت هتضيعه. مش مهم المدير ولا غفير، المهم ان قلبها وعقلها يبقى اختاروا يعني. بحبك. يمكن تكونوا شفتوها في حاجات تانية كتير، أفلام، مسلسلات، لكن الأكيد إننا في رمضان كنا بنستنى نشوفها كل يوم، كنا بنستنى نحس معاها في كل يوم، كنا بنستنى قلوبنا تدق كده زي زمان، لأن إحنا أكيد مفتقدين مشاعر الحب وأدوار الحب. كتير منا بيروح يتفرج على المسلسلات التركي عشان فيها مشاهد حب، لكن أمينة خليل بالتأكيد في جراند أوتيل نازلي هانم كانت بالنسبة لنا كلنا أميرة الرومانسية. أمينة أنا سعيدة جدا أنك موجودة معايا، وسعيدة كمان أن المسلسل كان بيتعرض عندنا على CBC وأنه فعلا رجع لنا شيء من الحب. ميرسي ميرسي يا لميس، ثانك يو على الكلام الحلو ده. بيمثل لك ايه المسلسل ده يا مينا؟ والله ايه ولا ايه ولا ايه؟ اي ثينك ان جراند اوتيل كانت اكبر خطوه في الكارير بتاعي الصغير جدا. من ساعه ما محمد شاكر المخرج وتامر حبيب كلموني وقالوا لي ان هم عايزيني في الدور ده ما فكرتش، يعني الموضوع كانت مساله محسوبه في ثانيه. أول لما قريت القصة وقريت السيناريو وكده شفت إنه دي بنت، حسيت بنفسي فيها، حسيت إن هي ممكن تمثل بنات كتيرة قوي. كانت حالة كده، نازلي كانت حالة، وأنا عشت الحالة دي جدا وحشتني قوي وأنا بتفرج دلوقتي. قلت ياه، مفتقدة نازلي هانم، مفتقداها جدا بكل المقاييس يعني. لا نازلي دخلت قلبي قوي قوي، انبسطت جدا وانا بعمل دور نازلي. يعني يو انجويد ات، يعني كنت مستمتعه 100% جدا. بالنسبه للكاست اللي انا كنت بمثل قدامه، الكرو اللي احنا كنا بنروح نشوف بعض كل يوم ونشتغل مع بعض، يعني زي ما كان في مسلسل جراند اوتيل بيتذاع والجمهور شايفه، احنا كان عندنا جراند اوتيل في الكواليس. واحنا كنا عيله جدا وماسكين ايد بعض جدا، وكونفينست قوي ان البروجكت ده لو كلنا حطينا قلبنا فيه هينجح، والحمد لله. قبل ما اخش في تفاصيل المسلسل لازم اقول ان انا من اكتر الحاجات اللي عجبتني وانا بقرا عنك قبل ما استضيفك النهارده، انك بتدرسي، انك درستي التمثيل. يعني القصه بالنسبه لك مش مجرد هوايه، او انت كنتي ميجر ثيتر في الجامعه الامريكيه، لكن صممتي ان انت تكملي في الخارج، وكنت بتقولي لي كملتي في امريكا وروسيا. احكي لي عن الجزء ده عشان ده جزء مهم جدا. والله ما خلصت الجامعه، حسيت ان انا ما خلصتش، فقلت لا انا لسه عايزه اكمل شويه كمان، عايزه اتعلم. وانا دايما بقول ان التمثيل عضله لازم تقعدي تشتغلي عليها وتقويها، وذس از مثلا يعني 50% او 60% ان انت لازم تبقي ماسكه التكنيك وفاهماه كويس قوي ودرساه كويس قوي، والباقي شويه تالنت على شويه شغلك ومجهودك اللي انت بتحطيه مع في الدور اللي جاي لك. فبس انا مهمه قوي بالنسبه لي كانت فتره الدراسه دي. ودرستي فين يا امينه؟ درست في امريكا في نيويورك في ذا لي ستراسبرغ انستيتوت فور ثيتر اند فيلم، اتعلمت تمثيل مسرح وشويه سينما، وبعدين خلصت ورحت روسيا ورجعت تاني على امريكا. قعدت فتره كده. ايه اللي وداكي روسيا؟
والله في مدرسة هناك اسمها The Moscow Art Theater، دي كانت مدرسة ستانيسلافسكي اللي هم بيقولوا يعني ان هو كان رب التمثيل كله يعني، هو فتحها وانا كنت عايزة اروح لأساس الموضوع وبداية الموضوع خالص. تعلمتي ايه؟ اتعلمت اكشلي حاجات اكتر عن نفسي عن ما اتعلمت عن التمثيل. اي ثينك ان دي كانت فتره كنت محتاجه ان انا اخد اكسبيرينس. احنا هنا الى حد ما يعني في مقفولين شويه او مقفول علينا، ما فيش الاكسبوجر الكافي اللي جالي لما رحت قابلت ناس من كبروا في باك جراوندز مختلفه تماما عني، حياتهم مختلفه تماما عني، تفكيرهم مختلف تماما عني، وده اي ثينك فتح كده جوه عقلي حاجات كنت محتاجاها في السن ده يعني. نازلي اعتمدتي في الدور ده على جمال امينه؟ يور بريتي جيرل، يعني انت فتاه جميله، لكن هل اعتمدتي على ملامح وشك الجميله وشكلك ومقاييسك المظبوطه، ولا اعتمدتي على ايه؟ يعني انا ما اعتمدتش على ده خالص، لا بالعكس، يعني كان في مجهود رهيب اتحط في نازلي يعني في الاول خالص في البدايه ما بيني انا وما بين استاذ محمد شاكر. محمد عنده طريقه كده اللي هو بيشتغل بيها، ان احنا بيفهمنا قوي الكاركتر وبنقعد نبني مع بعض الكاركتر. طبعا تامر حبيب اوريدي كاتب لنا حاجه يعني اتفضلوا يعني. أيوة. هو فرش لنا فرشه جميله جدا فيها كل الاجابات لاي اسئله عندنا، وبعدين بعد كده بيسيبك تنطلقي انتي وبيتفرج عليكي من بعيد، ومجرد بيخليكي ان انتي تبقي within الرينج اللي انتوا رسمينه. بس ده الاتيتيود بتاع محمد، ودي حاجه ريحتني جدا وبسطت جدا. كانت اول مره ان احنا نشتغل مع بعض انا ومحمد شاكر، ويا ريت ان احنا نشتغل مع بعض تاني وتالت يعني. انت كنت وسط فطاحل على فكره، يعني موضوع مش سهل طبعا. يعني ما بين من انوشكا لسوسن بدر، وانا بكلم حتى على الادوار النسائيه، حتى شيرين، حتى رجاء الجداوي، حتى ده غير الرجاله بقى، غير أكيد. ممدوح اللي عامل دور عبقري، وغير يعني صديقي العزيز عمرو يوسف حبيبي عمرو يوسف، يعني انت وسط تايكونز مش سهلين. انت كنت خايفه قلقانه وانت ايه؟ جدا كنت طبعا خايفه في الاول. انا ما كنتش عارفه انا داخله على ايه، يعني انت اصلا بتعملي دور في فتره زمنيه مختلفه تماما عن الواقع بتاعك دلوقتي، فدي كده يعني very difficult من الاول. نازلي تركيبتها كلها داينامكس على بعض وكلها ليفلز، واحنا قعدنا ان انا ومحمد نقعد نشيل نقشر فيها لحد ما نفهم هي ايه. هي بنت، هي انسانه at the end of the day. انا ما كنتش عايزه مثلا ان نازلي تبقى perceived كالملاك، لا هي مش ملاك، هي بتعمل غلط وهي بتعمل صح، وعندها صراعات داخليه جواها، وحبت واحد وهي متجوزه، حبت يعني واحد وهي متجوزه. ده مش سهل، لا خالص. دي كانت من اصعب الحاجات اللي انا واجهتها، في ازاي انا هخلي نازلي تبقى في العلاقه دي مع عمرو، مع علي، لكن الناس متعاطفه بالظبط، لان كان هي مش شايفاها كانتي خاينه وانتي غلطانه، وان هم هيبتدوا يكرهوا العلاقه الرومانسيه الجميله ما بين نازلي وعلي. كان يعني اي هوب ان احنا عرفنا نوصل لده يعني. اظن كده، لكن خلونا نشوف، نبتدي نشوف مشاهد، نذكركم بمشاهد جراند اوتيل، وعايزه اشوف مشهد طبعا بين نازلي وعلي او فؤاد او يعني او احمد زهيري يعني. طيب انا معايا صديقي الجميل عمرو يوسف. يا عمرو ازيك، وحشتني بقى. يا لميس ازيك، اخبارك ايه؟ مش كده، ما ينفعش انه يعني كل مسلسل لازم تيجي قبليه وتيجي بعديه، مش لاقياك. ايوه سافرت والله، معلش لولا كده كنت جيت طبعا، وكنت احنا احتفلنا مع بعض كلنا بالنجاح طبعا بتاع المسلسل. انت في امريكا بتعمل ايه يا عمرو؟ والله انا في امريكا في تكريم ارب جلامر اوورد بتاعت نجمة، موجود هنا انا ويسرى ودكتوره هاله سرحان، احنا الثلاثه. انت في ال ايه بقى؟ انت في لوس انجلوس. ايوه كلموني هما من هناك. ايوه بالظبط، عارفه الجو جميل وناقصكم يعني. طيب انا امينه معانا النهارده كمان، ويعني احنا مفتقدينك جدا. قول لي بقى، يعني جراند اوتيل انت اكيد حاسس بالنجاح الباهر، انت كنت متوقع يا عمرو ليله رمضان وقلت لي؟ انا عايز اسلم على نازلي واقول نازلي ازيك يا علي؟ سايبنا هنا وانت طالع الي. ها سايبك في مصر وانا في امريكا. سعيد جدا طبعا بالنجاح والرد الفعل،
يعني حاجة فوق ما كنا كلنا نتخيل. وقصة الحب الجميلة اللي حصلت ما بين علي ونصبي، يعني سعيد برد الفعل عليها، الناس كأنها كانت وحشها الحب والمشاعر دي. الحقيقة أمينة كانت مبهرة في المسلسل من أول يوم، وعملت الشخصية بذكاء وبعمق وبحنية وبطيبة، يعني كان عندها تفاصيل كتير قدرت توضح شخصية نازلي بشكل فعلا حلو جدا. ونفس الحكاية بالنسبة لقصة الحب دي ما بينهم بقى الاثنين اللي حبها الناس كلها. تامر كتبها بشكل ذكي جدا وحساس جدا. محمد شاكر المخرج حقيقي عامل شغل رهيب. فاكرة يعني ارجعي لكل الحاجات اللي احنا كنا عملناها مع بعض، اتفقنا عليها قصدي او اتكلمنا عليها قبل رمضان ما يبدأ. الحمد لله زي ما يكون اللي انت كنت متوقع. انا كنت يعني حتى انا قلت هو مأفور قوي، يعني معقوله المسلسل انت كنت متوقع، والحقيقه المسلسل فاقد توقعاتي يا عمرو بجد. الحقيقه فعلا ده، وانت كمان الحقيقه عامل دور عظيم يعني. انت عامل دور عظيم وفي مجهود رهيب الحقيقه. ربنا يخليك يا لميس، متشكر جدا جدا، ويعني ربنا يجعل وشك حلو كده كل سنه. عدى تنزلي طلعنا قبل رمضان، ودلوقتي في جراند اوتيل قبل رمضان، ويا رب دايما ان شاء الله تفضل حلو كده علينا ان شاء الله. وهستناك بقى لما ترجع من قال ايه، وسلمي عليهم كلهم. الله يسلمك، يوصل باذن الله. بشكرك عمرو يوسف وببارك لك على هذا المسلسل الجميل. نشوف مقطع بقى وبعدين نتكلم على انت وعلي. عارفه كنت لسه بفكر في ايه؟ ان احنا لازم نتجوز بسرعه، وبسرعه قوي كمان. احنا اخترنا المشهد ده، ويمكن اكيد انتوا شايفين عينين امينه بتتغير، لانه المشهد ده هي كانت راجعه من عند علي حبيبها اللي هو بتقول له ان انا عايزه اتطلق واسيب مراد. وهو رفض، هو مشي وسابك. فبعد كده انت رجعتي ولقيتي ان هو جوزك ارى الجواب اللي انت سايبه له. هنا بيبتدي بعد، يمكن بعد كده بشويه عينيكي بتتغير وبتبتدي ايه، احكي لي. الفترة دي في البلوت لاين بتاع المسلسل كانت من أكبر التحولات اللي حصلت في الكاركتر بتاعت نازلي، وهي يعني هي بتعدي بأكتر من موقف بيحصل لها بيخليها إن هي تنضج وإن هي تتغير من ساعة ما نازلي بدأت لحد آخر المسلسل. فده واحد منهم. اتوجعت قوي والله يوم هو عمل كده فيا. اه طبعا جدا، والسيكونس ده كله كان مؤثر جدا، وما اتفرجت عليه كنت موجوعه وزعلانه لها قوي. انا بقول له ان انا عايزه اتطلق، وهو بيقابلني كده. طبعا لا، وهو واحمد داوود المفروض ان هو قرا الجواب، بس هو اول حاجه بيقولها لها احنا لازم نتجوز. احنا لازم نتجوز دلوقتي. فطبعا هي بتبقى مش فاهمه، طب انت قريت الجواب ده بس ما زال عايزه ان احنا نتجوز، طب انت ايه اللي بيحصل جواك يعني؟ يعني
مشهد مهم بالنسبة لي. من أهم المشاهد اللي أنا عملتها. طب نشوف مشهد تاني بقى رومانسي جدا بين نازلي وعلي. أنت محلوية ليه النهاردة؟ لا هو أنت حلوة كل يوم، بس النهاردة في حلاوة بزيادة يعني. أنا أحسن وأهدى بكتير عن الفترة اللي فاتت، وأنت السبب. من ساعة ما واجهتني بموضوع الطلاق وعملت كده بقيت حاسة إن في حمل كبير أوي اتشال من عليا. أنا لسه مش عارفة رد فعل طلبي ده هيبقى إيه ولا إيه اللي هيحصل، بس أنا واجهت، بقيت حاسة إن أنا قوية جدا، وفي أي حال من الأحوال أنا متأكدة إن حياتي أسعد بكتير من جد. عارفة كلامك ده محسسني بإيه؟ محسسني إن أنا أسعد وأقوى راجل في الدنيا. وأنت فعلا أقوى راجل في الدنيا. هو وقفتك جنبي وجنب ده سكينة وأمين دي سهلة؟ أما إن أنت سعيد بقى فيمكن ده عشان أنت معايا. لا ده أكيد، مش يمكن. وأنت كمان مش مسموح لك تعيش يوم كمان غير ما تبقي سعيدة فيه، فاهمة؟ فاهمة. بحبك. مسمعتش. بحبك. وأنا بحبك. لا يا تامر، ايه اللي انت بتعمله فينا ده يا ابني؟ يعني مش كده يا تامر حبيب، مقطعنا. الطريقه اللي قلت بيها بحبك مرتين سو كويكلي، يعني اللي هو انا مش قادره، مكسوفه لدرجه ان انا لا، هم كانوا واصلين علي ونازلي في المرحله دي ان هم خلاص يعني بيحبوا بعض جدا. واكشلي يعني انا وعمر ابتدينا تصوير مشاهد علي ونازلي قبل ما نصور المشاهد اللي كانت بتبني علاقه علي ونازلي. دي صعوبه على فكره جدا، يعني دي كانت برضو حاجه صعبه جدا احنا واجهناها، ان احنا على طول كده في الاول يلا حبوا بعض. قد ايه المشاعر باينه، يعني في حياه في العيون، يعني العيون كلها بتنطق سواء انت. احنا ده كان واحنا بنصور في اسوان كمان، فاوريدي كان في اجواء برضو مساعده جدا على الموضوع. لا الحقيقه يا جماعه تامر انت مقطع قلبنا جامد يعني. خلونا نخرج فاصل ونواصل هذا اللقاء مع أميرة الرومانسية أمينة خليل.